طاغية في كل العالم بسبب كرة القدم. منذ أن جاء مجلس مهندس محمود طاهر وفترة مهمة جدا وهي الإحلال والتجديد، وابتدى نادي الأهلي يتعاقد مع الكثير من اللاعبين الأبرز على الوسط المحلي وأيضا الأبرز على الوسط الإفريقي. مليك أوفونا لاعب منتخب جابون، هنتكلم عن جونيور أجيه منتخب نيجيريا، كوليبالي منتخب الأولمبي لكوت ديفوار، معلول المنتخب التونسي والعديد. كل هذه وطبعا وليد أزارو منتخب أولمبي ومنتخب المغرب، باكا منتخب جنوب أفريقيا. كيف تم توفير المقابل المادي لهؤلاء اللعيبه؟ لان طبعا الناس دي مش هتيجي بارقام قليله، كيف تم تنظيم هذا الامر وخاصه ان دي طلبات من الكابتن حسام البدري بالتدعيم بهؤلاء اللاعبين؟ طبعا هو ده فرق الاداره، معلش يعني خلينا نتكلم بصراحه. فرق الاداره ازاي انت تفكر، انت دلوقتي بقى سوق، الرياضه بقت صناعه، الرياضة ان جنرال مش الكرة بس، بس طبعا الكرة لان هي اللي واخدة الشو كله فهي اكتر حاجة باينة يعني، لكن دلوقتي الرياضة بقت صناعة. فانت النهاردة مفيش زي ما كنا بنتكلم دلوقتي، انت ايراداتك خلاص ما بقاش عندك حد بيصرف عليك زي الوزارة، ايرادات الاشتراكات ما تكفكش، انت بتصرف مبالغ رهيبة، فانت لازم تدور ازاي تقدر تنمي مواردك. فدلوقتي انت بقيت بتشتغل في الكوره، يعني بجيب لعيبه وببيع لعيبه، ولازم لما ابيع لعيبه تجيب لي مكاسب عشان اقدر على اصرف على شراء لعيبه. صفقه ايفونا مثلا دخلت دخل كبير للنادي الاهلي. انت بايع تريزيجيه، بايع رمضان صبحي، بايع ايفونا، اعارت احمد حجازي ربنا يكرمه. ده بقى بيزنس، الكرة بقت كده، بقت بيزنس، الأندية الكبيرة كلها أنت بتشوفها. طب كيف عوضت هؤلاء؟ طبعا دول نجوم كبار، عوضتهم إزاي؟ عوضناهم بأننا جبنا اللعيبة التانية، يعني احنا بعنا مثلا زي ما بقول لك، بعنا رمضان، بعنا تريزيجيه، بعنا إيفونا، النهارده احنا جايبين أربعة تانيين منتخبات بلادهم، أو خمسة منتخب، أربعة، احنا جايبين أربعة منتخبات بلادهم. أصلا مجرد ان انا اقول لك ان الاربعه اللي عندنا دول بيلعبوا في منتخبات بلادهم او حتى احتياطي في منتخبات بلادهم، عايز اقول كمان في منهم اثنين مرشحين في قائمه الافضل داخل القاره، معلول وجونيور اجاي. بالظبط كده. فانت بتتكلم يعني، بص بقى انت الستاندرد بتاع اللعيبه اللي انت بتجيبه، مستوى ايه اللي انت بتجيبه، مش اي لعيب افريقي. ولذلك الكلام ده كله بقى بيأثر على فرقتك، ولذلك الفرقه الحمد لله ابتدت بتعلى، لان انت بقالك ثلاث سنين بتظبط فيها. لان احنا يوم ما جينا كان في حوالي تسعة لعيبه بيعتزلوا او بيسيبوا النادي، ومش اي تسعة ومش اي ثمانية، تسعة منتخب مصر فيهم طبعا جايبين ثلاث بطولات افريقيه لمصر. لازم نعترف ان هم اللي جايبين ثلاث بطولات افريقيه لمصر. النادي الاهلي كويس، منتخب مصر كويس على فكره برضو، ده انجاز من المجالس اللي قبل كده، هم اللي جابوا الفرقه دي، هم اللي حضروها اكيد. فاحنا لما جينا كان الناس دي كلها بتعتزل، انت لازم تعمل فرقه من اول وجديد وانت ما عندكش فلوس، ودي اصعب مرحله في كره القدم، وانت ما عندكش فلوس. نعم، لازم برضو ايه احط خط تحت دي، احنا جينا ما كانش عندنا فلوس وما عندناش لعيبه ولازم نجيب لعيبه، فطبعا بتاخد وقت، امكانياتك لازم تبقى قويه عشان تقدر ان انت تجيب اللعيبه. زي الحمد لله، الحمد لله دلوقتي احنا بنجيب زي ما احنا بنقول دلوقتي، بنجيب اللعيبه اللي احنا عايزينه، لان عندنا واقفين على رجلينا، نقدر، عندنا احنا اسياد قرارنا. هل اصبح هناك هقول لحضرتك تسابق ما بين وكلاء اللاعبين ان هو يدي لك الكريمه اللي عنده؟ طبعا، لان هم اولا انت بقيت عندك مصداقيه، لما بتتفق على حاجه بتعملها، فلوس بياخدوها على دايره الماليين في وقتها في كل حاجه، فانت دلوقتي ابتديت ليك وضع دلوقتي. وبعدين ابتدينا بقى الوضع كمان ما بقاش بس في شراء لاعبين، بقى في بيع اللاعبين، البراندنج. بالظبط. نعم. انت ليك قيمه، ليك تمام، يعني معروف النادي الاهلي، لا ده راجل جد، نشوفه كامل. ده هذا البند يهم الجمهور ويهم الاعضاء. اما بالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، فمن المهم ليهم ان هم عايزين، احنا هننتخب المجلس وهننتخب الاستاذ كامل زاهر من اجل، هل تعتبر استكمال الشيخ زايد والفرع الرابع والاستاد
ده اللي انت بتعرضه بيه او يعرض بيه مجلس المهندس محمود طاهر وقيمته اللي موجوده حاليا، هذا ما فعلناه وهذا ما سنفعله؟ اكيد. انت النهارده بتتكلم في حوالي من 5 ل 6 مليار جنيه بادجت لمشاريع المفروض انها تتحقق او تحصل، ولازم تحصل لان انت فتحت فيها. يعني مش هينفع، يعني انا من النهارده مش بتكلم في احلام، ما بقولش يا انا نفسي اعمل كذا كذا، لا انا اشتريت ارض الشيخ زايد، يبقى قصدي التجمع، تمام، لازم اعملها. الشيخ زايد لسه في مراحل ما كملتش، لازم تتعمل. الاستاد انت النهارده مشيت تلتين الخطوات التنفيذيه بتاعته، او لان طبعا الاستاد له خطوات كتير قبل ما تبتدي تشتغل فيه لازم تتعمل. الخطوات دي اللي هي بقى دراسات الجدوى والدراسات الهندسيه والمش عارف كل الكلام ده لازم يتعمل. انت مشيت فيه تلتين المشوار، فاضل لنا خطوه واحده هندسيه وخطوه بقى في التراخيص، ومفروض تبقى انت جاهز انك تبتدي تنشئ. فانت الكلام ده كله محتاج فلوس، محتاج اداره اموال، محتاج ان انت تعرف انت هتعمل ايه. انت بتتكلم في تقريبا بلس طبعا المشاريع اللي هي بقى اللي جوه الفروع اللي هي زي الجزيره ومدينه نصر، في حاجات لسه مشاريع كتير. في مبنى انا مش بيتعمل في الجزيره، ده مبنى ايه؟ ده مبنى جديد للاعضاء علشان يبقى صالونات ومطاعم قدامه وكده، لان طبعا احنا اكتشفنا ان المبنى القديم ما بقاش كافي لان الاعضاء كتير، بالذات في ايام الويك اند اللي هم الجمعه والخميس والجمعه والسبت بتبقى الدنيا زحمه جدا، بالذات في الشتاء لما الدنيا بتبقى مبرده الناس بتبقى زحمه على المبنى. فاحنا بنحاول نفتح حتت جديده تنعش النادي. لو احنا مثلا النهارده ان شاء الله لما نبتدي نهد المدرج اللي هو القديم القديم هيديك برضو مساحه جديده. انت بتحاول بالذات في الجزيره تخلق مساحات، او كل متر هناك تخلق مساحات. لان انت بتتكلم في حته قد كده ومشبعه والاعضاء كترت، فانت بتحاول ان انت تخلق شويه مساحات تدي خدمات جديده. بس كامل الاعضاء كترت عضويات ولا كترت جذب بعد ما تم في النادي؟ لا، ما هو الجذب، بص هقول لحضرتك حاجه، الاعضاء اولا القدام ابتدوا يجوا لان النادي، يعني انا اعرف اعضاء كتير صحابي من انديه من نادي جنبينا الجزيره الصيد مش عارف ايه ابتدوا يجوا النادي دلوقتي، بيجوا مبسوطين النادي فيه كل الحاجات اللي هم عاوزينها، بالعكس ده بقى متميز على الانديه الثانيه، فالناس ابتدت ترجع. بلس ان برضو لما النادي بقى اتحسن بالشكل ده، وده برضو فكر استثماري، يعني لما ابتدى يجي لنا عضويات جديده فطبعا اصبح وسيله جذب. بالظبط كده، اصبح وسيله جذب. استاذ كامل برضه عايز اعرف من حضرتك، هل هيتم بيع النادي الاهلي كما يقال؟ ده سؤال بريء من فاروق. انت عاوز تشتري؟ لو عاوز تشتري قول لي. هو حد يقدر يشتري الاهلي؟ فاروق قابض ومعاه فلوس وانا ممكن اكمل. قرشين تعالى. حد يقدر يشتري النادي الاهلي؟ انا ما اعرفش. بص بقول لك ايه، في كلام كتير الواحد والله ما ينفعش يرد عليه، ما ينفعش ترد عليه. يعني انت بتقول لي ابيع النادي الاهلي، يعني ايه ابيع النادي؟ ازاي ابيعه وانا اصلا اقدر ابيعه؟ يعني انا من سلطاتي ابيعه ازاي؟ يعني امدح الواحد اقول له تعالى اشتري النادي الاهلي؟ لو ما قالوا من الماده 10 و11 اللي انتوا واضعينها في لائحتكم التي لم يوافق عليها. الماده 10 و11 يا جماعه، ما هو ده الشركات احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي، شركات الكوره. الماده 10 و11 مخصوص عشان شركه الكوره. شركه الكوره هيبقى فيها ناس بتساهم في الشركه، انت ما بنتشر، مش محددناش احنا بالظبط قد ايه النسبه، لان انت برضو الاسهم وكده لازم تبقى عارف هتاخد قد ايه شير تعملها اسهم. لكن في الاخر مفيش حد في الدنيا ممكن يتخيل ان انت هتعمل شركه يبقى النادي الاهلي عنده النسبه الاقل، نسبه الحاكمه عنده بالظبط. فمش ممكن الكلام ده. بص ده كلام استهلاك دعائي زي ما بيقولوا، وتخبيط برضو بمناسبة الانتخابات. يعني عارف انت ما يقولك موسم، ده موسم انتخابات، فموسم بقى يعني تقول بقى اللي انت عايز تقوله، اهبط كلام ما حدش بيعد. طب يعني استاذ كامل، هل في خطط لتطوير موارد النادي الاهلي حتى يستطيع الانفاق على طبعا فريق الكورة وشركة الكورة، نفس الشيء على الرياضات الاخرى ومواصلة الانشاءات والتطوير داخل النادي الاهلي؟ اكيد، لان انت احنا مثلا لو خدنا
بند البث الفضائي. البث الفضائي احنا العقد مدينا العقد، كان في العقد اللي فات بند بيسمح ان احنا نمد التعاقد للشركه اللي هي بتاخد البث الفضائي بدون ما ندخل في مزايده لمده سنه واحده. احنا مدينا السنه دي ب 25% زياده اضافي 25% انت على القيمه الاصليه. انت بتتكلم برضو لازم الواحد يبقى شايف النسب. انا ما اقول 25% دي نسبه كبيره جدا من زيادة. الاصل كام؟ كنا 40 مليون بقينا 50 مليون. يعني انت ال 25 من ال 50 ولا من ال 40؟ لا انت كنت 40 مليون زودت 25% ال 10 دي 25 بقيت 50 مليون. ودي قفزه. قفزه ايه؟ انت اصلا لما جينا في 2014 كان 16 مليون او 12 مليون، حتى 12 مليون ولو كسبت الدوري مش عارف ايه تاخد 4 مليون يعني. الحمد لله الاهلي يكسب الدوري ماشي. انا النهارده باخد 40 من غير شرط يعني. انا بس بقارن عقد بعقد. العقد الاصلي 12 مليون والعقد الاصلي بتاع النهارده لما جينا في 2014 40 مليون والنهارده 50 مليون. فانت بتزيد العقود كلها، المفروض لازم تبتدي تتكلم على زيادات. فنسبه الزياده دي هي بقى التسويق اسم الاهلي اللي هو اللي احنا بنقول عليه. احنا نرجع للنقطه اللي انت قلت لي كنا جبنا الفلوس منين. ما هو تسويق اسم النادي الاهلي هو ده سبب الفلوس اللي جات لنا. مثلا نموذج اللي هو عقد البث ده، لما تطلع من عقد البث من 12 ل 40 مليون في خبطه واحده، ده عقد تاني خالص، ده ما تقدرش تقول زياده. طب البعض يقول لك يا فندم ما ده طبيعي، اهو كده ده تطور في الزمن فكل حاجه بتتطور. طبيعي ماشي. ما حصلش ليه قبل كده؟ طيب ما كل حاجه بتتطور، ما حصلش ليه قبل كده؟ بنتكلم في 12 مليون جنيه بقيت 40. انا ده عقد البنك اللي جوه النادي كنا بناخد 5 مليون جنيه في 10 سنين، لما جددناه خدنا 56 مليون جنيه في 10 سنين. لا 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 10 اضعاف. تاني البنك اللي جوه النادي ال 10 سنين ب 5 مليون؟ كان ب 5 مليون؟ خدنا فيهم 5 مليون. يعني ال 10 سنين اللي فاتت البنك اللي بنشوفه طول كان ب 5 مليون جنيه؟ 5 مليون جنيه. وادخل عقده انتهى كان سنه كام وانتوا جددتوا ب 56 مليون؟ انتهى ساعه ما احنا جينا في 2014. يعني انتوا في 2014 بقول لك ده من حظوظ ان احنا لما جينا كان في عقود كتير قوي بتخلص واحنا قدرنا نجددها بالمنطق اللي اتكلمنا عليه ساعه ما كنا في الدعايه الانتخابيه، قلنا ان اسم النادي الاهلي لا يسوق كما يجب. غير البث الفضائي يا فندم ايه تاني؟ الرعايه كان 150 مليون جنيه بقى 232 مليون جنيه، بقى 230 مليون جنيه. دي برضه يعني واحد ونص قفزه كبيره، واحد ونص المثل يعني. انت بتربط قفزه كبيره. فده اللي انا بقوله، دي مش زيادات، دي طفرات، دي عقود جديده، ده وجهه نظر. نقله جديده بالظبط هي الكلمه دي. نقله جديده. نقله. احنا اصلا عقد البث الفضائي كانت نقله جديده لما جينا قلنا لا احنا مش هنمشي مع الناس، وعملنا سبع انديه، جبنا سبع انديه وعملنا العقد الاولاني. صحيح واحنا فسخناه وعملنا العقد اللي بعده كان احسن منه، ولكن دي كانت نقله. تمام. ما كانش، فطبعا كل دي نقلات. الملابس كنا بناخد 11 مليون بقينا ناخد 31 مليون. طب وموضوع ازمه الملابس دي يا فندم؟